ورغم كونه مستشارا سابقا وأيضا حليفا للمرشد الأعلى في إيران، ترشح رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لرجاني للانتخابات الرئاسية يبدو أنه شكل خطوة مزعجة تحديدا للوسط المتشدد في التيار المحافظ داخل إيران الذي ينتمي إليه لرجاني. هذا طبعا كما عبرت عنه الصحافة الإيرانية. يبدو ترشح لرجاني يثير الإزعاج لدى الكثير، وهو يعلم ذلك يا أسامة، وقد نشر على إكس تغريدة يقول فيها: أحتاج إلى دعمكم، مع نشر صورة الطريق إلى مقر الرئاسة. ولكن في التفاصيل، هناك حملة تشويه لصورة رئيس البرلمان السابق علي لرجاني منذ لحظة إعلانه للترشح من التيار المتشدد ومن أنصاره، وهو ما لاحظته صحيفة أرمان أمروز التي كتبت تقريرا حول الموضوع، أوضحت فيه أن التيار المتطرف يخشى وجود أمثال لرجاني خوفا من تأثر مراكز نفوذهم في السلطة. صحيفة جملة أيضا وصفت لرجاني بكابوس المتشددين في إيران، أضافت أنه غير مؤهل لشغل منصب رئاسة الجمهورية، بل قد يقود البلاد إلى حافة الحرب والصراع العسكري حسب وصفها. كما لصحيفة أرمان ملي رأي مماثل، فقد ذكرت أن إعلان لرجاني ترشحه للانتخابات وجه صدمة للتيار المتشدد الذي لا يرغب في وجود شخصيات تهدد مرشحهم المفضل سعيد جليلي. كما اتهمت صحيفة جوان المقربة من الحرس الثوري لرجاني بالتطاول على رئيسي والسخرية من موته بعد تصريح أدلى به بعد ترشحه، قال فيه: من أجل تجاوز المطبات والموانع ينبغي علينا التحليق والارتفاع عن الأساليب البائدة. أما أهم شهري الصحيفة المقربة من التيار الحاكم فمهدت لفوز مرشح من التيار نفسه من خلال ادعائها أن 75% من المواطنين يرغبون في تكرار رئيسي، أي في اختيار شخصية على غرار رئيسي ونهجه في الحكم. الانتخابات الجديدة بوجوه قديمة، عنوان انتقدت فيه صحيفة دنيا اقتصاد غياب وجوه سياسية جديدة من المشهد وعودة الشخصيات نفسها للترشح.